يلا سلام عليكم. السلام ورحمة الله، أهلا بالشيخ. حياك الله سماحة الردود الله حسين، حي الله خادم الزهرة، حي الله الله خادم الحسين، ردود حسين الله يحفظك، القريشي. الله يحفظك سيدنا، الله بشرونا يسلمك. عنكم، أحببنا نتكلم معكم ونتحدث معكم وأنتم لا تجيبون الله علينا. الله يحفظك سيدي، اعتذر والله، حياك هاي الله. شوية مشاغل مرات وما أدري أعتذر، على جدي لا بأس أعتذر. لا بأس، والله استفسار أنت اسمح لنا. الله يحفظك، تفضل. من بني هاشم نصر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ودعا الأمة للإيمان بإمامة الأئمة الاثني عشر؟ من بني هاشم؟ سؤال من بني هاشم. من بني هاشم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الإمام المعصوم المنصب من قبل الله تبارك وتعالى هو علي بن أبي طالب سلام الله أمير عليه. علي بن أبي طالب، سلام الله عليه. أنا وين رحت حزات تقول نصر أمير المؤمنين بني هاشم؟ قلت هو بس علي بن أبي طالب. لا أنا أقصد يعني من بني هاشم دعا الأمة للإيمان بإمامة علي، ولا كان بني هاشم زي الصحابة برضو؟ ها يعني من بني هاشم هو دعا الأمة للإيمان للإمام بإمامة. علي بن أبي طالب. نعم. ما فيش، والله ما في يا سماحة الردود حسين القريش. الله يحفظك سيدنا. أي والله، أنت عارف ليش والله ما في؟ أي لأنه والله ما في حاجة اسمها إمامة، تنصيب من قبل الله، تنصيب 12 إمامة، ده كان بعد موت كل إمام يا سماحة الردود كان الشيعة يختلفوا إلى فرقة أخرى، يموت الإمام ده يطلع ابنه زي ابن الإمام جعفر الصادق عبد الله، طلب بالإمامة لنفسه، يخرج الإسماعيلية، الكيسانية، الفتحية، أكثر من 70 فرقة، بعد موت كل إمام وفي وجود الأئمة كانوا يختلفوا الفرق كثيرة لعدم وجود النص. لذلك انت لو نظرت في الكتاب سماحة الردود حسين القريشي في كتاب الله تبارك وتعالى لن تجد ولا اي آية تتحدث عن مسائل الامامة هذه، تجد آيات عن الحيض، عن الصيد، عن فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، مسألة زواج مسألة فقهية وتذكر في القرآن، لكن الامامة دي مش موجودة خالص. الامامة سماحة الردود الامامة حسين بعدين اي أنا أريدك أن تحمل الآن، اكتب بعد أن تسكر الخط معي على اليوتيوب، على جوجل، أسئلة حيرت علماء الشيعة في الإمامة، رامي عيسى، وهذا كتابي، أريدك أن تحمله، والكتاب كتيب صغير خالص من 160 صفحة ولا حاجة، كتيب صغير خالص، حمله وانظر إلى متواجد الأسئلة. بالمكاتب وهذا الكتاب؟ لا لن تجده في مكاتب العراق، لكن موجود PDF، هتحمله PDF من على النت، اسمه أسئلة. يا ريت تصور لي الصفحة وتدز لي اياها على مود انا عليها اشتغل واسحبه. ان شاء الله، حاضر، هبعته لك ان شاء الله يا سماحة الردود حسين قريشي، الله واسال ان يحفظك يشرح سيدنا صدرك الغالي. للحق وان ياخذ بيدي ويدك امين الى يا نور رب، مذهب الحق. امين يا رب، يحفظكم سيدنا الغالي، شكرا شكرا. انا من السيد، شرفتنا انا من اهل السنة وسلم. والجماعة، حياك الله. الله يحفظك سيدنا، حياك الله. والله سماحة الردود ابحث كثيرا ستجد القرآن الكريم، مع انه لم يذكر الإمامة لكن ذكر آيات كثيرة في الثناء على أصحاب محمد، عشرات الآيات في الثناء على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اللي احنا بنكفرهم الآن. إن شاء الله، الله يشرح صدرك ويأخذ بيدك إلى الحق يا رب. الله يسلمك، شكرا حولك الله، شكرا لي. ولو مرحبا، شكرا ولو. يعني ماذا نقول؟ نسأل الله أن يهديه وأن يأخذ بيده إلى نور التوحيد. يعني أنا أقول لمشايخ الإمامية، علماء الإمامية الاثني عشرية، المعممين، الرواديد، الملل، ابحثوا واجعلوا يعني الحكم بيننا وبينكم هو كتاب الله تبارك وتعالى. لن تجد هذه الإمامة المزعومة اللي كفرتونا عليها، لن تجد في كتاب الله تبارك وتعالى أي عقيدة مما خالفتم فيها المسلمين. يعني قلتم عندنا خمس المكاسب، وين في القرآن الكريم؟ مش موجود. عصمة الأئمة وين في القرآن الكريم؟ مش موجود. التقية مع المسلمين وين في القرآن الكريم؟ مش موجود. المتعة وين في القرآن الكريم؟ مش موجود. تنصيب 12 إمام وين في القرآن؟ كل وهلما جرب كل عقيدة خالفتم فيها المسلمين لن تجد هذه العقيدة في كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا أقوى دليل على بطلان هذه الديانة. كان معكم ردود الشيعة المسمى بحسين القريشي.